السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبداعات مصرية هما حاجتين، الكتابة والأدب. طب إيه العوامل التي ساعدت على ازدهار الحياة الثقافية والفكرية في مصر القديمة؟ أول شيء موقع مصر المتميز، تاني شيء المناخ المعتدل، تالت شيء وهو نهر النيل. ملامح الحياة الثقافية والفكرية في كتابة وأدب وعلوم وعمارة وفنون. طب في ايه بقى انواع الكتابة؟ هي الغروفية، هيراتيقية، ديموتيقية، قبطية. لازم نحفظ كل واحدة عرفت بايه لانها مهمة جدا. الهيروغروفية خط، الخط المقدس. طب ليه، لماذا سميت بالخط المقدس؟ لانها كانت الخط الرسمي للدولة ويسجل بها النصوص الدينية. طب هيراتيقية خط رجال الدين، بما تفسر خط رجال الدين. كان يستخدمها الكهنة في كتابة على ورق البرد. الديموتيقية عرفت بالخط الشعبي، كانت تستخدم في جميع نواحي الحياة العامة، عشان كده سميت بالخط الشعبي. طب لما نقول مثلا كرة قدم لعبة شعبية، لانها كانت تستخدم او كانت تلعب في جميع نواحي الحياة العامة، يبقى شعبي يعني تستخدم في جميع نواحي الحياة العامة. ماشي، احفظوها، ديموتيقية شعبية. القبطية بقى اسهل واحدة، مأخوذة من الديموتيقية. ادوات الكتابة: ورق بردي، اقلام من البوص، حبر اسود واحمر. بما تفسر عرفت الكتابة الهيروغليفية بالخط المقدس اهو، لانها كان يكتب بها على جدران المعابد وكان يكتب بها النصوص الدينية. هناخده الادب المصري القديم، انواعه: ادب ديني، قصصي، تهذيبي، مديح. الادب الديني هو الذي يتناول الحياة الدينية بعد الموت وعقيدة البحث والخلود والاناشيد الدينية. نصوص الاهرام، كتب الموتى، اناشيد اخناتون، الاساطير الدينية. نصوص الاهرام هي النصوص التي سجلت على المعابد الاهرامات لتكون عونا للميت في الحياة الاخرى. كتاب الموت هي كتب تدون على اوراق البردي وتوضع مع الميت لمساعدته في الحساب. اناشيد اخناتون هي اناشيد كان يحيي بها اخناتون الاله اتون قرص الشمس. اساطير دينية هي قصص خيالية غير واقعية تهدف الى العبرة والعظة، مثل في واقعية وفي خيالية. خيالية ايزيس وزوريس، اما واقعية قصة الملك امنمحات الاول مع الملك، مع اسف اللي هو كان اكبر الحراس ليه. الادب القصصي هو عبارة عن قصص حقيقية وخرافية تعكس بعض القضايا السياسية والاجتماعية للمصر القديم، مثل قصة سنوحي والبحار الخريق. لازم نخلي بالنا من الحتة دي. يستفاد من الطالب، هيستفاد ايه من الادب القصصي؟ حب الارتباط والوطن به. قصة سنوحي شبه ما قلنا هي من الاساطير الحقيقية، سنوحي مع الملك امنمحات الاول، والعفو عند المقدرة سنوسرت. ادب تهذيبي هو الوصايا التي وجهها فرعون لابنه او تلميذه بهدف الموعظة والنصح، مثل بتاع تهذيب بتاع حتب والحكيم آني. أدب المديح هو الذي يمجد أعمال فرعون ويشيد بفضله على الشعب. في النهاية أشكركم على حسن استماعكم. نفهم نتعلم ببساطة. محمد عبد النبي، موقع نفهم.